كان الهداف آلان سميث للحس التهديفي، ولكن حقق الجنرز ثنائية الكؤوس المحلية، وهي كأس الاتحاد وكأس الرابطة الإنجليزية في عام 93، واستطاع أن يصل إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية في عام 94 حتى يواجه نادي بارما المرشح بقوة. واستقبل نادي أرسنال فرص عديدة طوال المباراة، ولكن استطاع أن يسجل بعد فرصة واحدة حتى يفوز بأول بطولة أوروبية رسمية في تاريخ النادي. فلسفة غريهم الدفاعية كانت تصلح للبطولات الأوروبية والكؤوس، ولكن عانى الجنرز كثيرا في مجريات الدوري خلال هذه الفترة، حيث لم يتعدى الفريق المركز الرابع خلال 4 مواسم، وسقط حتى المركز العاشر في الموسم الذي حقق فيه ثنائية الكؤوس في عام 93. ومعاناة الجنرز في الدوري استمرت في موسم عام 94-95، حيث خسر في العديد من المباريات في بداية الموسم، وخسر اللاعب بول ميرسون لمدة 3 أشهر، والذي قرر أن يتعالج بعد أن أدمن على المخدرات، وهي وضعية مشابهة للكابتن توني أدمز الذي تعالج في السنوات السابقة آنذاك بعد أن أدمن على الكحول. ومشاكل الجنرز لم تنتهي بعد، حيث تم طرد المدرب جورج غريهم بعد فضيحة كبيرة في فبراير من عام 95، حيث اتهم الاسكتلندي بتلقي ما يقارب 500,000 جنيه استرليني من مدفوعات غير قانونية، والتي أتت من وكيل أعمال نرويجي بشرط التعاقد مع لاعبين نرويجيين. فرحل غريهم بعد 9 سنوات من الخدمة، واستلم المساعد ستيوارت هيوستن حتى نهاية الموسم، ولكن فشل المساعد في تغيير مسار النادي، حيث أنه الموسم في المركز 12، والذي يعتبر الترتيب الأسوأ منذ عام 76. ولكن بشكل مفاجئ وصل أرسنال إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية مرة أخرى بعد الفوز أمام سامبدوريا في الدور النصف النهائي، وواجه ريال ساراغوسا في مباراة امتدت حتى الأشواط الإضافية، واستطاع لاعب توتنهام السابق نايم أن يسجل في الدقيقة الأخيرة بشكل استثنائي. نايم hitting a long one and it's gone in. Amazing. أتى مدرب سكوتلندي آخر للفريق في الموسم التالي، بروس ريوك، وأراد نائب الرئيس ديفيد دين الذي كان مسؤولا عن كل الصفقات أن يرسل رسالة إيجابية للجماهير بعد أن جلب ديفيد بلات والهولندي بيركامب بصفقة قياسية للنادي. وصفقة بيركامب كانت تعتبر مفاجأة كبيرة في ذلك الوقت، حيث على الرغم من مرور الهولندي بفترة متواضعة مع